ورجعنا لكم مرة تانية وعن مشاكل القدم السكري اللي بعاني منها كتير جدا من الناس. هنتعرف عليها مع الدكتور عمر المختار، بس هسيب موضوع حلقتي للأستاذة هند شاهين. عرفيني أستاذة هند. أهلا وسهلا بك يا أستاذة آية. طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص مرض السكر، هو القدم السكري. والقدم السكري دي كتير مننا عندنا ناس بيعانوا منها، من أهم مضاعفات السكر. طبعا انا مش هقدر اخش في تفاصيل الموضوع في حد ذاته، لكن هسيب قائد من قوات الجراحه العامه الدكتور عمر المختار. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في البدايه عايزين نعرف حضرتك تخصص ايه وكده. يعني انا دكتور عمر المختار، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه والقسطره الطرفيه بكليه الطب جامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. اهلا وسهلا دكتور عمر. ايه المقصود من كلمه القدم السكري؟ المقصود بالمرض القدم السكري هو وجود جرح او التهاب او احمرار او ورم او قرحه في مريض عنده سكر. بيجي لاي مريض عنده سكر ديت بتحصل لاسباب كتيره، ولكن السكر هو السبب الرئيسي فيها. السكر بيسبب خلل او ضيق في الشرايين، سواء الشرايين الكبيرة في الساق أو الشرايين الصغيرة. تمام. كمان بيسبب التهاب في الأعصاب الطرفية، فيخلي المريض مش حاسس برجله. فممكن المريض نتيجة إن في الإحساس ضعيف في رجله ممكن يدوس على مسمار أو على دبوس أو على إزازة ما يحسش بيها ويحصل جرح وهو مش واخد باله. تمام. زائد كمان السكر بيعمل ضعف في المناعة بتاعت الإنسان، فيخلي الإنسان اللي عنده سكر عرضة أكتر للالتهابات. والالتهاب في مرض السكر بيبقى صعب السيطرة عليه. تمام. هي إيه نسبة حدوثه؟ كل حالة وليها نسبة. مبدئيا مرض السكر منتشر جدا، خصوصا في الديفولبينج كانتريز أو ده فعلا. يعني النسبة يمكن في مصر يمكن حوالي 30 أو 40%. نسبة حدوث القدم السكري في مرضى السكر حوالي من 10-15%. يعني مش كل حد عنده سكر بيجيله القدم، مش كل الحالات. هو مضاعفات السكر ياما كتير. يعني اشهر القدم السكري، اشهر القدم السكري، لان القدم السكري بتسبب يعني مضاعفات كتيره. يعني ده بيجي ساعات بطل، تؤدي للبطل او تؤدي الى وفاه كمان. معقوله القدم السكري يؤدي الى وفاه؟ لكن نتيجة وجود تسمم في الجسم. ايوه فعلا. السموم ديت ممكن تعمل فشل كلوي، ممكن تعمل كمان. كان في ناس يقولوا بكتيريا او جرح السكر وحش. يعني لو اي حد بيتجرح لازم يهتم بالجرح، وخصوصا مريض السكر. اكيد طبعا، لان زي ما احنا قلنا ان مريض السكر اول حاجه ما عندوش احساس، الاحساس عنده ضعيف. فالجرح بيحصل هو مش حاسس بيه، فبيجي للدكتور في مرحله متاخره. تمام. زائد نتيجة المناعة عنده ضعيفة، فمقاومة الجسم للالتهاب بيبقى يعني نسبة صعبة السيطرة عليها. أكيد. إيه أكتر أسباب المضاعفات؟ هي مضاعفات القدم السكري. مضاعفات القدم السكري يا إما مضاعفات على مستوى القدم، إن بيحصل غرغرينا في بعض الأصابع، أو ممكن في مشط القدم، أو ممكن في الرجل كلها، أو ممكن يحصل زي ما قلنا تسمم في الدم نتيجة الالتهاب البكتيري، ودوت ممكن يعمل صدمة بكتيرية يؤدي إلى الوفاة. طب إيه أعراض القدم السكري؟ يعني أول ما أشوف كده قدم أقول أنت داخل كده القدم السكري، ايه الاعراض بتاعته؟ هو مبدئيا اي مريض عنده سكر ويجي لنا في العياده عنده جرح او في احمرار او في ورم او في قرحه او في غرغرينه، دوت عنده قدم سكري. زائد ممكن بيبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره. ممكن يبقى فيه قرحه زي اللي موجوده قدامنا في الصوره كده. يعني اي سكر في الرجل ممكن يعمل ممكن يحصل زي الصوره اللي موجوده قدامنا ديت. بيحصل فيه تشوهات في العظام بنسميه الشارك جوينت. وديت بتؤدي الى ان الضغط على البطن القدم بيزيد. وتؤدي الى قرحه. احنا معنا الصور اهي موجوده، معنا الصور. يعني حاله زي دي مثلا هي قدامنا على الشاشه يا دكتور.
الصوره اللي قبل ديت كانت في ديت صوره شرق الجوينت. لا لا بص حضرتك على الشاشه موجوده اهي، دي مرحله من المراحل ديت فيها غرغرينه في الاصبع الكبير للقدم، زائد في احمرار في ظهر القدم. طب ايه اللي بيخلي المريض يوصل للمضاعفات دي يا دكتور؟ المريض اللي بيخليه يحصل للمضاعفات ديت ان هو بيهمل في العلاج بتاع السكر، او ما بياخدش العلاج بانتظام، او ما بيتبعش التعليمات اللي احنا بنقول له عليها. في بعض التعليمات بنقول له عليها للوقايه. اللي هي طب ايه الوقايه مثلا؟ الوقايه من مرض السكري انها اهم حاجه ان هو ينظم مستوى السكر في الدم، يتابع بانتظام مع دكتور غدد صماء وسكر، ان هو ما يمشيش حافي على رجله، لان زي ما قلنا ان الانسان بيبقى عنده فيه ضعف في الاحساس، فممكن يبقى دبوس او ازازه تخش في رجله وهو مش حاسس. ان ما يلبس احذيه غير طبيه، لان الاحذيه العاديه ممكن تبقى ناشفه شويه، قافله على رجله جامد، ضيقه، ممكن تعمل له جروح. تمام. ان هو ما يغسلش رجله بميه تكون سخنه، لان لو سخنه زياده عن اللزوم ممكن تعمل حرق في الجلد بتاع الرجل. يعني السكر ده المريض السكر، احنا معانا صوره ثانيه برضه يجي يغسل رجله. نتيجه ان المريض نفسه الاحساس بتاعه ضعيف، ممكن المرافق بتاعه او حد من اهل بيته يحس الميه قبل ما يحط رجله فيها. لكن مريض السكر عادي يحط رجله وممكن ما عندوش فحم، بس تكون ميه يعني تكون ميه دافيه، ما تكونش ميه سخنه زياده. زائد ان المريض السكر ما يقربش رجله لمصدر تدفئه، خاصه في ايام الشتاء ساعات المريض رجله تبقى قريبه للدفايه وكده ممكن تتحرق. زائد بننصح المريض ان هو لما يجي يقص الضوافر بتاعت رجله. دكتور عمر ممكن بس تعلق لي على الصوره الموجوده دي؟ اسبابها ايه؟ ديت اللي قال لك بتشوه ده التشويه. لا ده القدم الطبيعي في مقوسه كده، لكن في الصوره اللي في صور ثانيه ممكن ما يعرفش يمشي يقع على طول. الصوره دي ان في تاني انسداد في الشرايين بتاعت الرجل نتيجه السكر. تمام. والصوره اللي على اليمين ديت ان عملنا قسطره ووسعنا الشريان بالبالونه والقسطره. تمام. طب ازاي نلحق بقى المرض ده يا دكتور؟ يعني ازاي مثلا ازاي بمعنى اصح الحقه؟ طبعا في اكيد اساليب الحقه. وعندي صوره ثانيه برضو يا دكتور عمر. دي قرحه في الرجل. قرحه. بدايتها اللي هي كان جرح بسيط نتيجه ان المريض ما هوش حاسس بالاحساس، عنده ضعيف، فدخلت حاجه في رجله وما خدش باله. دي في التهاب خلوي او احمرار في الرجل. طب الحقه ازاي بقى يا دكتور عمر؟ هو الاساليب العلاج، اول حاجه العلاج مرض السكر دوت محتاج تخصصات متعدده. طب كلمنا كده، محتاج دكتور غدد صماء وسكر عشان يظبط السكر كويس، محتاج دكتور جراحه اوعيه دمويه، محتاج دكتور عظام، لان في بعض التشوهات في العظام ممكن تحتاج تثبيت زي القدم اللي قدامنا دي. حضرتك عملتي الموضوع ده؟ دكتور جراحه الاوعيه الدمويه هو اللي بياخد القرار سواء ان احنا هنعمل تنظيف، نشيل صباع او نشيل القدم او نشيل الرجل من تحت الركبه ومن فوق الركبه، او ان هو ممكن يصلح الشرايين لو فيها انسداد. بتلحقوا المريض قبل ما يخش في البتر؟ في البتر. يعني الصور مش هو الصور موجوده معانا طبعا. الصوره ديت في غرغرينه او في التهاب شديد في الصباع اللي جنب الصباع الكبير في الرجل، زي الاحمرار في وش القدم. تمام تمام. هي تبقى على مراحل يا دكتور صح؟ طبعا هي بتبقى مراحل. المرحله زي دي يا دكتور تحتاج للبتر على طول؟ هي المرحله ديت محتاجه بتر للصباع على طول. طب ايه المراحل الاولانيه؟ يعني عايزين برضو نعرف استاذه ايه المراحل الاولانيه؟ المرحله الاولانيه بيجي بجرح بسيط او التهاب في وش القدم في احمرار زي ما شفنا التهاب خلوي. تمام. وبعد كده بقى بتبدا تتفاقم. بعد كده بتبدا تتفاقم نتيجه البكتيريا تنتشر وبقى في ديت اشعه مقطعيه بالصبغه مبينه ان في انسداد في الشرايين تحت الركبه. فديت برضك بان احنا دكتور بيجرح الاوعيه الدمويه يلحق القدم ديت، ان هو بيعمل توسيع للشرايين ويوصل الدم للقدم بحيث ان احنا ما نلجاش للبتر. تمام. طيب احنا دلوقتي وصل لمرحله القدم السكري المريض،
طيب اول حاجه يعني ايه الحاجه اللي احنا نمشي المريض عليها علشان نلحقه؟ يعني اقول له انت داخل على مرحله القدم السكري. واول حاجه ان احنا بنبدا معاه ان احنا بندي له مضاد حيوي على حسب المزرعه، نعمل مزرعه من الجرح الموجود ونشوف نوع الميكروب الموجود وبندي له مضاد الحيوي، وده بيبقى مساعده اطباء معانا اللي هم غدد صماء، غدد صماء وسكر وسكر زائد ان احنا بنعمل تنظيف للجرح دوت. لو في انسجه ميته بنشيل الانسجه الميته دي. بس قبل ما نعمل اي حاجه زي كده لازم نقيم الدوره الدمويه في الرجل، لان لو الدم مش واصل كويس اي تنظيف او اي انسجه هنشيلها الجرح مش هيلتئم، فلازم نوصل الدم كويس الاول للقدم دي. اتعرض على حضرتك كتير من القدم السكري وكنت في قرار خدته ان لازم يحصل بتر؟ في حالات كتير بتوصل متاخره، في غرغرينا في صباع او في اكتر من صباع، ففي الحاله ديت لازم ان احنا نلحق المريض دوت، لان لو سيبنا الغرغرينا ديت ممكن تنتشر وبدل ما نشيل صباع واحد ممكن تسبب بتر الرجل كلها، او ممكن تعمل تسمم في الجسم وتعمل تؤدي الى الوفاه في النهايه. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا اساليب الوقايه من او اساليب العلاج مره ثانيه؟ اساليب الوقايه اهم حاجه ان المريض لازم يظبط السكر وان هو يتابع مع دكتور سكر، زائد ان احنا بننصح المريض ان هو ما يمشيش حافي، ان هو يلبس حذاء طبي ويكون مريح، ان هو ما يستخدمش ميه سخنه في غسيل رجليه، ما يقربش رجله لمصدر تدفئه يكون قريب شديد يعني. ان هو دايما يفحص باطن القدم بمرايه، وان هو ما يجي ازاي بقى يفحصه ولو لقى ايه يتنبه؟ لو لقى في اي جرح بسيط لازم يتوجه للطبيب الاوعيه الدمويه. زائد ان المريض برضه لازم ان احنا نظبط له السكر كويس زي ما قلنا. ايه معدل السكر يا دكتور برضه من وجهه نظر حضرتك؟ نقول خلاص ده داخل على مرحله القدم السكري، يعني يوصل السكر عنده قد ايه؟ هي مش مهم مستوى السكر، لكن المهم فتره السكر اللي عنده، يعني اللي عنده مثلا بقى له 20 سنه سكر معرض اكتر للقدم السكري. بتفرق عن الفتره من الفتره من يعني مش مهم مستوى السكر، ممكن مستوى السكر 500 بس المريض لسه مثلا عنده سكر من 6 شهور ولا سنه ممكن ما يحصلوش. لا لكن لو بقى له كتير مثلا مع الفتره بيحصل زي ما احنا قلنا في التهاب في الاعصاب الطرفيه وبيحصل في عدم احساس، زي الشرايين بتتاثر. طيب يا دكتور، جات لك حاله مثلا عندها خلاص يعني كنت يائسين منها وفجأة يعني حضرتك ظبطت الدنيا وقلت لا احنا هندي علاج بحيث ان احنا نلحق المريض ده، في عندنا امل ان احنا نلحقه، حصل الموقف ده عند حضرتك؟ حالات كتير بتحصل ان هو بيجي لنا المريض وبنعمل تنظيف للقدم ونديله المضاد الحيوي المناسب له، وبعد كده بنقيم الدورة الدموية. لو الدورة الدموية عنده يعني فيها ضعف او فيها انسداد بنعمل توسيع للشرايين. لو الدورة الدموية عنده كويسة غالبا مع التنظيف ومع العناية بالقدم بيستجيب ان شاء الله ما بيوصلش. بتكون اسبابها اهمال في العلاج او في ارشادات الطبيب بمعنى اصح؟ هو المريض اللي هو بيوصل للمضاعفات دوت معناه ان هو مريض غير ملتزم بالعلاج او مهمل في العلاج بتاعه، ما بياخدش علاج. اكيد طبعا اكيد. طب يعني احنا برضو من لما حضرتك عملنا الاعلان حضرتك جاي معانا في ناس قالت يعني انا مش ماشيه على دواء سكر ولا اي حاجه، انا بنظم اكلي. بنظم اكل ده، هل هي لما بتنظم الاكل بتاعها ده يخليها تستغنى عن الاكل عن الدواء؟ لا ما اكيد. لا اكيد لا يعني العلاج هو اهم حاجه. بس هو في يعني بعض المراحل اللي هو السكر لسه ما هوش مرتفع قوي، بعض اطباء السكر بيبداوا الاول بالحميه او الرجيم ان هو ينظم الاكل بتاعه، لكن لو ما استجابش لازم بيديله ادويه. بالادويه تمام. ازاي برضه يعني مش فاهمه ازاي نلحق الموضوع قبل ما يحصل بتر؟ او نصيحه حضرتك للقدم السكري، اي حد عنده قدم سكري؟ هو اي مريض عنده قدم سكري لازم ان هو يتوجه للطبيب
عشان يفحص الرجل بتاعته ونشوف الدورة الدموية، هل الدم واصل لرجله ولا لا، وبكده زائد ان هو يظبط السكر ان شاء الله. بكده مش هيوصل لمرحلة البتر ان شاء الله. ان شاء الله. ازاي اخلي المريض يعني الحقه قبل ما يوصل لمرحله المضاعفات؟ اعمل ايه؟ ان انا بنصحه زي ما احنا قلنا الوقايه خير من العلاج. فانا بنصح المريض ان هو ينظم السكر بتاعه، وزي ما قلنا قبل كده ان هو لازم يتابع مع دكتور سكر، ولازم يتابع مع دكتور جراحه اوعيه دمويه عشان يشوف الدوره الدمويه هل هي كفايه للقدم بتاعه ولا لا. زائد النصائح اللي احنا قلناها ان هو من بس الدوره الدمويه دكتور ان حضرتك من ضمن الكلام برضه يا استاذه ايه ان الدوره الدمويه كده انا حسيت ان هي عليها عامل ليها عامل اكيد. عامل كبير طيب. ان هو زي ما احنا قلنا السكر بياثر على الشرايين الكبيره والشرايين الصغيره. يعني هي الاساس المتحكم من المريض يجي له عندهم قدم سكري او لا. طب انا اقوي الدوره الدمويه ازاي؟ هم الثلاث عوامل اللي احنا قلناهم اللي هو الشرايين، نعتني بالشرايين، وزائد موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه، زائد مريض السكر بيبقى المقاومه بتاعته للالتهابات بيبقى ضعيفه شويه او عنده يعني في طب ازاي اقوي او زي ما اقول من اول مناعه ازاي بقى اللي انا برضو اقوي الدوره الدمويه عند مريض السكر؟ عشان نقوي الدوره الدمويه الاول بنفحص الدوره الدمويه عن طريق جهاز كان في صوره هنا الجهاز هاند دوبلر او بنفحص المريض في العياده بالجهاز دوت. بنقدر بالجهاز دوت ان احنا نقدر نشوف الدم واصل ولا لا للرجل. تمام. بعد كده ممكن ان احنا لو لقينا الدم صوره الجهاز معانا حاليا دوت هاند دوبلر او ده متصل بالدوره الدمويه حاجه زي السماعه بنسمع صوت الدم في الرجل. لو لقينا الصوت دوت ضعيف او ضغط الدم ضعيف في القدم بننصح بحاجات تانية في الابحاث زي ان احنا نعمل له اشعه مقطعيه بالصبغه زي اللي احنا شفناها كده. لو لقينا ان عنده في الدم في اي مشكله في ضيق في الشرايين او في انسداد في الشرايين لازم ان احنا بنعمل له لو هو ده يعني انسداد حرج ومأثر على حياة المريض أو مش مخليه ينام، في عنده وجع شديد في أثناء النوم أو في عنده غرغرينة لازم إن احنا نوسع الشرايين ديت يا إما عن طريق القسطرة أو عن طريق جراحة. هي أسباب الغرغرينة بتكون من إيه برضو؟ ما هي أسباب القدم السكري. أسباب الغرغرينة في القدم السكري نتيجة إن الدم مش واصل كويس. يعني دم ضعيف في انسداد او في ضيق في الشرايين. المريض ما بيحسش برجله. يعني انا من ضمن الكشف بتاع الدكتور الغدد وكده كان بيجيب زي شوكه كده بيجيب دبوس ساعات دبوس او في حاجه اسمه مونوفيلمنت خالص. يعني ما فيش خالص لغايه لا بيقول لها انت مثلا او بيقول له لو على الشاطئ البس شفشف في رجلك، لان اي ثقب في الرجل او مريض السكر عامه الجرح بتاعه على الشاطئ كمان في خصوصا في الجو الحر الرمل نفسه سخن فالمريض مش حاسس، فممكن يحصل جرح في رجله وهو مش حاسس. هو مش حاسس ينزف وهو مش حاسس خالص ويجي المريض في غرغرينه وقرحه كبيره في الرجل. في علاج يا دكتور للتخلص من القدم السكري؟ عشان يعني نتخلص من القدم السكري اهم حاجه الوقايه. لكن لو المريض جالنا في مرحله قلب سكري لازم ان احنا نمشي في مراحل العلاج سواء ان احنا نبدا بمضاد حيوي وتنظيف او ان احنا نشيل الصباع لو في غرغرينه او ان احنا نوسع الشرايين لو في ضيق في الشرايين. تمام. طيب هو دلوقتي يا دكتور في مشكله، يعني انا دلوقتي جالي في قدم واحد القدم السكري، هل رجلي الثانيه برضو معرضه ان يجي لها قدم السكري ده؟ يعني الرجلين معرضين؟ هو السكر بيأثر على شرايين الجسم كلها. فلو جه في رجل بيبقى فيه عرضه اكتر في الرجل الثانيه. في الرجل الثانيه. يعني بيبقى سواء كده بيبقى في احتمال كبير ان الرجل الثانيه برضه تبقى مصابه. ده في حاله عدم يعني ان احنا نعالجه. يعني يمكن في خلال اول 3 شهور بعد ما نعمل بتر للرجل، الرجل الثانيه في نسبه حوالي 25 ل 30% ان يحصل فيها قدم سكري. طب نلحقها ازاي بقى الرجل الثانيه؟ يعني ما
الرجل الثانيه خلاص خلصنا منها وعملنا بتر وتنظيف. طب ازاي اتخلص من الرجل الثانيه؟ ما هو بوسائل الوقايه اللي احنا برضو بس بيبقى في نسبه كبيره السكر يعني. لازم ضبط السكر ولازم ان هو يعتني بالقدم بتاعته زي ما قلنا وما يمشيش حياه فيه. هو عامه السكر مرض مزمن يعني في يعني ما ينفعش تعالج منه او ما يروحش زي اي دواء. هو ما بيروحش لكن بيتنظم بالدواء. أدوية لو المريض ملتزم بتعليمات الطبيب والسكر في المستوى المعقول منتظم غالبا ما بتحصلش المضاعفات بتاعه القدم السكري اكيد. كل برضو الكلام بدور حوار يعني ان هو ينظم اكله والعلاج. كل التنظيم الاكل والعلاج اهم حاجه والمتابعه مع الطبيب اكيد وسماع الكلام اللي هو مش اهمال فقط. طبعا اكيد. لا هو في ناس كتير كل القدم السكري سببها اهمال المريض. اهمال بنسبه قد ايه يا دكتور في وقتنا ده بيجي الاشخاص يعني مثلا 60% من اصحاب المرضى السكر بيجي لهم مثلا قدر 15% 15% دي نسبه عاليه برضه مش يعني مش كل معرض للسكر هو معرض للقدم السكري. لا مش كله مش كله بس برضه لازم الوقايه والعلاج لان هو جرح السكر عامه وحش اكيد يعني جرح السكر زي ما وحش. احنا قلنا السكر بيأثر على ثلاث عوامل بيسد الشرايين ويعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه يخلي المريض ما يحسش زائد الالتهابات. دكتور عمر احنا بنشكر حضرتك ونورتنا. تحب تنصح اي حاجه للسكر؟ كنت هقول لحضرتك تنصح ايه لمريض السكر عشان ما يوصلش لمرحله القدم السكري؟ انا بنصح مريض السكر ان هو دايما يلتزم بتعليمات طبيب السكر من حيث الاكل وياخد الادويه بانتظام زائد لو حس باي جرح او اي احمرار في رجله يتوجه على الفور للطبيب خصوصا طبيب الاوعيه الدمويه او الجرح العام. نشكر حضرتك يا دكتور. نشكرك يا دكتور وان شاء الله في حلقات كتيره ومزيد من المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا باذن الله. شكرا جزيلا. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار حياه. شكرا.